الأمن المصري. طيب احنا عملنا رصد في البرنامج لأهم 7 مداهمات للشرطة في حرباط دلوقتي. تمام. طبعا ليس من بينها المداهمة الأخيرة. وعايز من حضراتكم كل واحد يعلق عليها. مداهمة الأولى مداهمة مخزن للأسلحة بكرداسة، تصفية إرهابي وضبط الخلية. اعرضوها. مداهمة مخزن للأسلحة بكرداسة وتصفية إرهابي وضبط الخلية. دي حصلت يا سيادتي اللي هو في يناير 2016. كرداسة احنا شفنا كلنا بعد فض رابعه بعد فض ميدان النهضه اللي حصل في كرداسة وهجومهم على مركز كرداسة، وكرداسة تاريخها يقول لك علي ماهر من زمان من ايام جمال عبد الناصر، وهم يعني عندهم الاتجاه الجديد المتشدد اللي حاولت السلطات المصريه معاهم تدخل لهم حاجه من السياحه، تعمل لهم الجلاليب، تعمل لهم اي حاجه عشان تفك الدماغ اللي مغسوله غلط بافكار لا تمت للدين الاسلام. بصلا وانت حضرتك مش مسلم وانا مش مسلم وماهر مش مسلم، لكن لا احنا بنكفر حاكم ولا بنكفر مجتمع ولا ايات التكفير ولا ايات الحاكميه ولا الحاجات دي كلها عايز تتكلم فيه. نروح ليه تاني اشهر مداهمة للداخلية ضد الأوكار الإرهابية، عمليتها الداخلية مؤخرا. تصفية إرهابيين والعثور على قنابل وأسلحة في مداهمة حدائق المعادي. دي حصلت في منطقة حدائق المعادي، تتذكرها؟ تقريبا كانت جماعة أجناد مصر، ودي كانت أيوة. دي كانت في عقار سكني بشارع عبد الحميد مكي في منطقة السوق، كانت تابعة لجماعة أجناد مصر، وكانت يقودها هذه الخلية همام محمد محمد عطية، كان جاي متدرب في العراق وشكل مجموعة خلايا، ودي كانت خلية دي أحد خلايا يعني بعد ما مات. المعركة استمرت المداهمة 8 ساعات. ما كانت خلية صعبة جدا. أجناد مصر دي كانت مجموعات صعبة وتفتتت تماما، الجماعة مش موجودة دلوقتي. طيب خلينا نشوف المداهمة الثالثة في فقرة السبعة النهاردة. تصفية إرهابي في مداهمة مصنع للعبوات الناسفة بمنطقة جسر السويس. عاوز أقول لحضراتكم وإحنا بنعرض في فقرة السبعة النهاردة أشهر 7 مداهمات إن الداخلية عملت إنجاز رائع في المداهمات دي وحققت على أرض الواقع، إما تصفية إرهابيين، القبض عليهم، وكل ده بناء على معلومات. والداخلية نجحت في حدث طريق الوحات، جات لها معلومة، المعلومة كانت حقيقية. فكرة بقى الاستعداد، تقييم الموقف، ده أكيد هيبقى جزء هيتم فيه تحقيق كبير جدا. تصفية الإرهابي ده سيادة اللواء تم في مداهمة مصنع العبوات الناسفة بمنطقة جسر السويس في نوفمبر من العام الماضي في شارع عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس. الجزء الخاص بالمعلومات ده بيبقى المصدر ايه؟ الامن الوطني فقط؟ الامن الوطني والامن العام. الامن العام اكثر انتشارا عشان ما نظلمش الامن الوطني، يعني انت ظباط الاسام كلها وممكن اي حد يتطوع وليه خدمة في الاسم، ليه اي حاجة في الاسم، فيروح رمي لك معلومة، يرمي لك معلومة كويس. انا مش ملم بالخريطة قوي، فعلى طول عندي تعليمات ان انا انسق مع ضابط امن الدولة اللي ماسك النشاط، يقول لي طب هات لي المصدر، اجيب له المصدر ويناقشوا ويعملوا، لو طلعت معلومه جيده بتطور المناقشه وبعد كده بتتجهز مأموريات بناء عليها. وبرده قبل كده مزرعه الموت بتاعت شكر نصير اللي كانت في البحيره، اللي كان اخواني واخد مزرعه مش عارف 30 فدان في اكبر مخزن للسلاح، فيها متفجرات وتي ان تي والسي 4 ومخازن سلاح قدرت بعده ملايين من الدولارات، وصاحبها اخواني شكر نصير تحديدا بالاسم. في مخزن ضخم جدا، مخزن ضخم على مزرعه 30 فدان كان بيعملوها، عادين هذا المخزن ليوم سموه يوم الحسم. هو بيعمل عمليه اعداد وعمليه حرب وحسم للحرب للمعركه، فهو بيتصور ان الحسم ده انه يعمل المعركه في جميع المحافظات في وقت واحد. وعامل المخزن ده عشان يورد هذه الاسلحه لهذه المجموعات المسلحه. فالداخلية وصلت المخزن، كان نجاح كبير جدا جدا. معلوم. نروح ليه؟ ومسترد. ومسترد هتيجي. أشهر رابع مداهمة للداخلية جرت خلال الشهور القليلة الماضية. مداهمة وكر مدينة 6 أكتوبر، استشهاد مجند وتصفية إرهابي. دي يا سيادة اللواء جرت في ديسمبر 2016. تفتكرها؟ افتكرها وافتكر قبليها كمان كان محمد كمال
محمد كمال، محمد كمال ورفاقه اللي كان بيقود التنظيم السري للإخوان المجرمين. هنا سقط لنا مجند واحد فقط شهيد. كل المأموريات بتعمل حساب انك انت يبقى يعني اقل تعرض ليك لنيران اللي جوه، لان انا دارس ومؤكد المعلومه كويس وعارف اللي جوه معاه سلاح ايه بالظبط. احنا لما رحنا سنتريس كانت المناقشات التفصيليه مع الرفانه اقسم بالله العلي العظيم ان كاظم معاه كام طلقه، فكان بيضرب ويحاول الناس تضرب عليه الي عشان يضرب، نقعد نقول ايه واحد اتنين تلاته اربعه فاضل معاه كذا طلقه، في اكتر من كده؟ كانت المعلومات دقيقة جدا جدا جدا، ولذلك بتؤتي ثمارها، بتحجم الخسائر الى اقل درجه ممكنه وتحقق. كلما كانت المعلومات اكثر واكثر دقه بالظبط. استاذ ماهر هتلاحظ الفتره الاخيره برضو، بس عشان ما حدش يفهمني غلط، ده مش تخبيط في المعلومات دلوقتي، المعلومات دلوقتي دقيقه جدا جدا وتوصل للنجاحات دي برضو. لجوء الارهابيين مؤخرا الى المدن الجديده، هو بص احنا عندنا دايما تلاقي في الارهاب تلات دوائر يعني حاليا في مصر، دايرة سينا، دايرة الهوامش اللي حول المدن، دايما تلاقي مثلا كرداسة، المناطق اللي هي العشوائية كده، الأليوبية، الكلام ده كله، شركس والحتة دي. الدايرة التانية دايرة اللي هي الواحات بقى، الوادي والصحراء، صحراء ديروت، صحراء أسيوط، الأماكن دي، صحراء الإسماعيلية، الإسماعيلية. فدي دوائر هو دايما بيلجأ للمناطق دي، مناطق الهوامش دي، هو بيستطيع يختبئ فيها وحاول يخلق محطات دايما في الصحراء، فشل. يعني لاحظنا في الفرافرة فشل، لاحظنا في الوادي الجديد خلايا اتمسكت، في ديروت خلايا اتمسكت، في أسيوط خلايا اتمسكت، كل المعسكرات اللي حب يعملها تم تفتيتها، سواء من حسم او سواء من المجموعات دي. معسكرات تدريب يا محمد. نعم انا اذكر واحنا في المنيا سنه 95 كان بداية بقى، يعني ايه بيعملوا معسكرات عشان خاطر يروعوا المنيا كلها، كانوا واخدين الارهاب كده من اسوان، وانت نازل اسوان وبعدين هنا وبعدين سوهاج واسيوط وبعدين المنيا. المنيا طبعا كانت ملاوي 52 قرية، كل قرية فيها مجموعة من اربعة مسلحين، وابو قرقاص كانت اقل شوية شرحة، صملوط كانت المفروض بيعدها سول برضو من الصاعقة، مرفوض لسوء سلوكه، كان بيدرب 20 ولد من بلدين اسمهم السرية والجزائر، جوه عمق الجبل ب 30 كيلو، جبل الشرقي مش الغربي. حظنا كويس ان عدى اتنين تجار جمال جايبين جمال وجايين وعارفين السكه دي كلها، فلقوا معسكر تدريبي وناس بتضرب نار وناس بتعمل وناس بتجري وناس وبتاع بيبيعوا جمال لقرايب ضابط مباحث هناك، فبيدردش معاه الراجل وبيقول له انتوا عاملين معسكر في الجبل ليه؟ الامن المركزي ما ينفعش. قال له معسكر فين؟ كان ضابط مصر الله يرحمه عزت مكاتي. قال له قدام السريه وبتاع، جوه خالص في الجبل ده في تدريبات وبتاع. قال له فين؟ قال له في الحته الفلانيه. قال له تيجي اوريها لك؟ قال لا ما اعرفش اوريها لك. قال له طيب ممكن ترجع تاني وتعمل وبتاع؟ قال له الناس شافونا جايين بالجمال والبتاع ما وقفوناش، لكن لو رجعنا تاني ممكن نعمل. قعدنا طب ارسم والخرايط والبتاع والحاجات دي كلها، والامن المركزي جه صعوبه، مفيش عربيات بتطلع، ده هننزل العربيات هتوصل لاخر حته وانا اترجل بقى يجي 20 كيلو بالقوات. وبعد المهم يعني في الاخر وصلنا لهذا المعسكر، فيهم واحد اتمسك اسمه محمد خلف تقريبا، يبقى كانوا 20 يا مان. ما فيهم ناس ماتت اول يوم 13 كده على طول، جمال فاق الله يرحمه، اللي هو جمال فاق الله يرحمه إيه، لما وصلنا والعيال فوجئوا بينا قربنا، جريوا الاول، لان كان السلاح اللي معاهم تمويلهم ما كانش فيه، كان يكسر له محل ذهب، كان يكسر له بتاع عشان يجيب ايه ويستولي على بندقيه خرطوش من غفير، فرد روسي، بندقيه الي بس مع كل مجموعه، وطبنجه مخبر قتلوه كده. دلوقتي في اسلحه متطوره وانفاق كتير جدا جدا. هنروح لخمس مداهمه امنيه، استشهاد خلية دمياط، إصابة ضابطين وتصفية إرهابي. اسم جماعة الإخوان المسلمين دي فاكرها يا أستاذ؟ فاكرها، خلية كانت من جماعة من مجموعة حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتوصل لها الأمن واستطاع أن يفككها. دي أصيب فيها ضابط أمن مركزي بطلق ناري بالساق وطلق ناري في الصدر، يعني الحمد لله ما كانش فيه، ما فيش، لا ما هو في نجاحات ما حدش يقدر ينكر. دمياط والمنصورة مركز نشاط للإخوان للعلم. نروح لسادس مداهمة ناجحة من أهم المداهمات لوزارة الداخلية.
استشهاد ضابط وإصابة 4 مجندين في مداهمة كهوف قنا. المداهمة دي حصلت في أغسطس الماضي 2017 في عز الحر وفي جبال قنا. فين؟ واتقتل فيها 3 في حتت يعني عمرو سعد ده الخليه بقى بتاعت عمرو سعد الخليه اللي كبير بس هو هرب يعني اعلنت يجي 22 واحد معظمهم من هنا وفي منهم من شعب من البحر الاحمر من قدامهم من سفاجه وفي 2 بس من القليوبيه او حاجه زي كده. عمرو سعد هرب اللي هو قائد وضرب الثلاثه دولت وتعرف بقى من خلال تحديد هويه الثلاثه دولت مين اللي بيمشوا معاهم مين صحابهم مين اللي بيروحوا مين اللي بيجوا فتحدد اسامي بقيه الخليه كلها وتلاقت اوراق تنظيميه مهمه جدا بتقول الاستهدافات بتاعتهم ايه. كانوا دولت مستهدفين كله كنايس واديره نروح لاخر مداهمه. مداهمه ارض اللواء اصابات للشرطه بالقنابل اليدويه. دي حصلت في سبتمبر الماضي. دي خلية كانت من تنظيم داعش أيضا كانت قادمة من ليبيا ومع بعض العناصر من الداخل كانت جاية عشان تستهدف أيضا كنايس وبنوك وكان جاي من ليبيا. أنا فقرتي انتهت لكن في 30 ثانية من ضيوف الأعزاء هاخد تعليق أخير. أنا عايز من رغم مرارة الخسائر اللي عندنا وظباط انا اعرف 3/4 معرفه شخصيه لاما دفعه ابني لاما ابن زميل ليا عزيز عليا جدا لاما واحد يعني لاما اشتغل معايا رغم فداحه هذه الخسائر اللي انا احتسبهم عند الله في الجنه ولا نفقد ثقتنا لا في اللي بيخطط في الداخليه ولا في اللي بينفذ ولا في السلاح اللي معانا ولكن يجب ان في مثل هذه المساحات الشاسعه في الصحراويه اللي بعيدا عن المناطق الاهله بالسكان ما فيش ما يعيب جهاز الشرطة انه يستعين باخواتنا في القوات المسلحة بما لديهم من تسليح قوي قادر خاصة ان احنا شفنا ان في اربجيات وفي هاونات وفي صواريخ فيبقى سلاح بالسلاح. احنا دلوقتي مش بنبارز بالسيف احنا سلاح بمدى ممكن يضربني وانا بعد قبل المدى بتاع سلاحنا وقبل ما انزل من عربيتي وقبل ما كده ان شاء الله في الايام القليلة القادمة والتمشيط لسه ما خلص على فكرة من المنطقة يعني ان شاء الله ان شاء الله سيتم الانتقام والثأر لشهدائنا ان شاء الله. استاذ ماهر اكرر الكلمه اللي قلتها لا تياسوا مصر دوله والدوله تبتلع هذه التنظيمات الارهابيه باذن الله. في نهايه فقرتي اليوم بشكر ضيوف الاعزاء سيد مساعد وزير الداخليه الاسبق اللواء محمد نور الدين اهلا بحضرتك شرفتنا والباحث في شؤون حركات الاسلام السياسي الكاتب الصحفي الاستاذ ماهر فرغلي نورتني. بعد